هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم، فيديو اليوم جبت لكم اياه، راح نجرب مع بعض الهاكس او البيوتي هاكس او الحيل التجميليه اللي منتشره على الانترنت اخر فتره، سواء كانت على تيك توك، على انستغرام، على اي مكان. راح نجربها هلا مع بعض ونشوف اذا هي بتفيد ولا لا. فيلا خلينا نبدا باول وحده. اي فخلينا هلا نجربها. انا جبت هون هذا الخيط تبع الاسنان وجبت ايلاينر سائل، اوكي؟ فان شاء الله تزبط، اتوقع تزبط لانه انا جربت الخيط العادي كتير مرات حتى بستخدمه وبحسه انه فعلا كتير مفيد وكتير منيح. كأني حطيت كتير، بس يلا خلينا نحاول نتعامل. اوكي هلا يس، كتير حلو صح؟ يا انا كنت متأكدة يعني انه هي رح تزبط. فهلا بجيب الايلاينر و بمليه نفس هيك. حلوة صح؟ حبيتها حلوة. فأول هاك معانا نجحت، نجي هلا على الهاك اللي بعدها. اوكي نفس ما شفتوا الهاك الثانية كمان لها علاقة بالايلاينر، فراح استخدم ايلاينر انجلوت مع برش نفس هيك تكون. كتير حلوة الهاك، يعني يا رب تزبط. ما بعرف حسيتها كتير حلوة، بتوفر تعب يعني. فرح اخذ شوي على البرش. اوكي نفس هيك. احاول اوكي هيك طلعت، ما طلعت ظابطة. لوين رح نوصل؟ يمكن انا رح اخرب الدنيا، يمكن انا كنت دفشة، بس والله ما كنت دفشة، سويت هيك بس. اوكي هاي الهاك مو منيحة، لا تجربوها. اوكي بنات، حاولوا تتغاضوا عن موضوع الايلاينر لانه هذا اكثر شيء قدرت انه انا اضبطه فيه. فيس يلا ما علينا، هذا الفيديو كله عباره عن تجارب فعادي. نجي هلا كمان على الهاك اللي بعدها وكمان لها علاقه بالايلاينر. كتير مبينة سهلة، يعني الهاك مبينة سهلة جدا هيك بالفيديو. المهم هلا رح اجيب نفس هيك، اوكي، وراح احطه شو هاد. اوكي احاول ارسم المدمع هلا. عيني رح تدمع. عيني عم بتدمع. او ماي جاد، الايلاينر دخل لجوا. اوكي بتعرفي شو؟ رح
اجرب اي لاينر ثاني عشان هذا كتير ليكويد، تعرفوا لانه بس شديت يعني صار كتير يدخل للجوه. رح استخدم الاي لاينر القلم اللي نفس هيك العادي. يعني مو حلو المدمع، مو حلو. انا مثلا لو راح ارسم مدمع بايدي راح يطلع احلى بكتير، كتير نازل لتحت ومبين عيني هيك، ما بعرف، ما حبيته كتير. شو رايكم؟ لو ما حسيته كتير ظابط، يعني حسيت هاي جاي هيك وهاي ما بعرف، ما حبيته. هلا نيجي على الهاك اللي بعدها. جربها، رح اخذ لبستيك وراح احط هون وهون هيك. كيف بسووها؟ مو عارفة اعملها. كتير يعني اوكي تمام، بس ما انتشر كتير منيح. لشو هالغلبة يعني؟ لشو هالغلبة؟ انا اروح اجيب الروج عادي، ارسم شفايفي عادي، خلصت. يعني ليه اتعب نفسي؟ اوكي نجي على الهاك اللي بعدها، كمان لها علاقة بالشفايف، فرح امسح هذا الروج. هاي الهاك انا ما اتوقع انها بتزبط، ما اتوقع انها رح تزبط، ما بعرف ليه. رح استخدم لون هاد، ورح استخدم كمان هذا العود تبع الاسنان، مش عود هو خيط، وراح اجيبه راح احطه نفس هيك. واو والله على فكرة يعني أفضل من ما توقعت. أوكي بدأنا تخبيص هلأ. على فكرة مش بعد، يعني أجيبه هلأ و اوكي صح مخبص. ما عجبتني كتير النتيجة، بس يا افضل من ما توقعت بكتير، ما توقعته هيك. شكلي كأني ب2007. اوكي بنات، سو هاي الهاك ما حبيتها كتير، يعني ما رح اسويها بحياتي مرة تانية، كتير بهدلتني الدنيا. ويعني تخيلوا انا مثلا بحط رج احمر، مستحيل ينضف، فلا ما حبيتها. يعني انا ارسم بشفايفي او بليب لاينر اسهل بكتير. نجي على الهاك اللي بعدها. هاي الهاك كنت كتير متحمسة انه انا اجربها، فخلينا نشوف. رح استخدم الجلو تبعي، حط اتوقع هون صح؟ اوكي استنى عليها شوي. ما يزبط. ليه دايم
اوكي لحظة. اوكي دقيقة، شكله ظبط. يا رب تظبط. قد انا اصلا مع هذا الروج شفايفي طالعة اصلا كبيرة كتير، تخيلوا اذا زبطت هاي حيطلع شكلهم يعني قبيح. بدي اجربها يعني. هي قد زبطت زبطت، بس كتير بشعة. يا عشان التشوه ريتها ما زبطت. شو هاد؟ ايوه شو القرف. اوكي الهاك زبطة بس كتير بشعة. ما حد يعملها. منظر قبيح. هاك صراحة أبهرتني، يعني عن جد ممكن تكون أسهل بكتير من طريقة نحن كيف نركب الرموش، يعني الطريقة الاعتيادية إنه نحن نحط الجلو على الصمغ، على الصمغ الجلو على الصمغ، إنه نحن نحط الجلو على الرمش. يمكن هاي تكون أسهل بكتير عشان لما نحطه هون خلص يعني الرمش رح يثبت على طول في مكانه، ما رح يقعد يتحرك والجلو يعبي الدنيا. فمش عارفة، مستبشرة خير في هالهاك. خلينا نشوف. أوكي رح أستخدم هيك، احط كأني عم برسم اي لاينر. اوكي استنى عليه شوي. اوكي بديها رح اجيب الصمغ، الصمغ او ماي جاد ما عم بعرف احكي، رح اجيب الرمش و والله انه اسهل بكتير، تصدقوا كتير اسهل، كتير عجبتني، كتير اريح، كتير بتجنن الحركة، بتجنن كتير كتير. حبيت الهاك كتير، يعني البنات اللي صعب عليهم ان هم يحطوا رموش يجربوها. نيجي على اخر هاك اللي هي هاك لها علاقة بالنمش. اوكي جبت نفس هيك كونتينر وجبت سيتنج سبراي، راح ارش شوي فيه. اوكي رشيت شوي، ما بعرف اذا مبين عليكم بس رشيت، وراح اجيب برونزر. اوكي وراح اقعد اسوي نفس هيك فيه شوي بس مو كتير، عشان البرونزر كتير بحبه. اوكي شايفين اللي هون؟ هلا شو بنسوي؟ بنجيبه بنحطه هون. اوكي شايفين بنات؟ بعديها بنجيب اي فرشه تكون هيك فلافي يعني، وراح احط نفس هيك البرش. اوكي راح احاول اسوي زوم. بنات هلا انا اوريدي في عندي نمش، اوكي بس راح نحاول نزوده، يعني انتوا ركزوا وشوفوا اذا بيزيدوا. انا مش عارفه شيء. لا انا شايفه انه زبط، زاد يعني. والله بنات انا حاسه انه زبط، يعني وجهي صار في كتير نمش. لطيفه الهاك هاي، شوفوا اصبعي كيف صار. اوكي بنات سو هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، ولو عجبكم لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت، وبحبكم كتير كتير كتير، ويلا.